يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات مع أذكار الصباح و10 مرات مع أذكار المساء، يسأل عن ورودها وصحة ذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك قال العلماء إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة واحدة لهذه الآية، وإن كان من العلماء من أوجبها في الصلوات كما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام ومذهب الإمام أحمد رحمهم الله. وأما ما ذكر من تخصيص هذين الوقتين بالصلاة عليه فقد جاء فيها حديث لكنها لا تثبت. وفي الجملة الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات هو مما ندب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس في أذكار الصباح والمساء ما يثبت من عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو صلى عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تقيد بعدد كان ذلك من جملة الذكر الذي ندب إليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.